وأنا أوصي نفسي أولا، يعلم الله حاجتها إلى من يوصيها، وأوصي سائر المسلمين بأن يعظموا الله جل وعلا في قلوبهم، وأن يظهروا لربهم تبارك وتعالى قبل أن يأتي الشهر حاجتهم إلى غفران الذنوب، وأن يظهر العبد لله جل وعلا نيته في أن يصوم الشهر حتى يغفر الله خطيئته ويقبل توبته ويمحو ذنبه ويرفع درجته. إن لم تكن تلك السريرة نابذة في القلب ساعية نحو رضا الرب، لن يكون هناك توفيق من الله لذلك العبد، إلا أن يشاء ربي شيئا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، الله جل وعلا يقول. لا بد أن يكون هناك سريرة قد انطوت على حب الله وتعظيمه وإجلاله ومعرفتها، لا بد من نور علم أن هذا الشهر جعله الله مطية لأوليائه أن يقربهم ولأعدائه أن يبعدهم، جعله الله مطية لأقوام يكون لهم حجة ولأقوام يكون عليهم حجة، جعله الله مطية لأقوام يستعملهم ربهم في العمل الصالح، ولأقوام تزداد عليهم التبعات وتقوم عليهم الحجج ويدنون عياذا بالله من النار. لا بد من هذا. الأمر الثاني، إذا دنا الشهر يكثر العبد من الاستغفار حتى يكون مهيئا، ولا يبدأ بالصوم حتى يثبت. في حديث عمار نهى عن صيام يوم الشك حتى لا يكون غير رمضان مثل رمضان، لا يكون غير رمضان مثل رمضان. فإذا أقبل الشهر يظهر لله بدعاء بانكسار بأي أمر كم هو في حاجة ملحة إلى رحمة ربه، ويتبرأ من حوله وطوله وقوته. وهذه أمور سهل قولها بالألفاظ، لكن دون تحقيقها عملا وقلبا خرط القتاد، ويسيرة على من يسره الله جل وعلا عليه. ثم إذا بدأ الشهر يعلم أن أوله ليس كوسطه، وسطه ليس كآخره، فيتدرج، لا يأتي الشهر مرة واحدة، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، وإنما يبدأ بما يطيق بما يقدر عليه، يؤخر السحور، يعجل الفطر، يبر والديه، يتصدق بشيء يسير، يقوم شيئا من الليل، يقرأ أجزاء من القرآن، ثم يتدرج حتى لا يصيبه السآمة والملل في آخر الشهر. يجعل بين عينيه أنه لا يدري يدرك رمضان الذي يليه، أو حتى لا يدري سيتم صيام هذا العام أو لا، وجهله بهذين يجعله يتقرب إلى ربه ويزدرف إلى خالقه ومولاه بصورة أكبر. الوصايا سهل قولها على قائلها وسهل على سامعها أن يسمعها، لكني أعود فأقول كل الأمر في قضية تعظيم الرب جل وعلا. من عظم الله عظم أمره، من عظم الله عظم نهيه، والله جل وعلا تستدر نعمته. جبرائيل يقول لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين أدس الطين في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يستدر بها رحمة الله. إذن ثمت كلمات يستدر بها رحمة الله، أن يقول القائل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. هذا ينطوي على معنى عظيم. كم من إنسان يسعى في مطلوب فيبيت كيف يناله، والله لو علم أن الأمور تدبر في الملكوت الأعلى لسهل عليه الأمر. فما أعظم دلائل رحمة الله بك كما مر معنا في دروس أخرى، أن يوفقك الله جل وعلا للطاعة، وأن تعلم أن شربة الماء لا تستطيع أن تمتنع عنها إن لم يوفقك الله، وأن الدنيا لو عرضت عليك في نهاية رمضان أو في ليلة تستطيع أن تحجم عنها إن زهدك الله جل وعلا فيها. فبحول الله وطوله وقوته ورحمته تكون حياة المؤمن. وأحب إلي أن يقرأ الإنسان القرآن ويفقه آياته ثم يقوم بها ثم يتوسل إلى الله جل وعلا.